60 عاماً مضت على ولادة أشهر دمية في العالم باربي، وها هي تعود لعشاقها في مختلف الأجيال مع فيلم باربي المرتقب إصداره أو المرتقب إصداره هذا الأسبوع. محمد، حمى باربي اجتاحت العالم وسيطر اللون الوردي على واجهات المحلات التجارية والإصدارات الجديدة لأشهر دور الأزياء العالمية. طبعا اللون الوردي هو المحبب لفاطمة، أكيد بلا شك، وهو محبب لأغلب البنات. محمد، لنكون صادقين يعني، ومن أطلالات وردية متناسقة بدقة إلى ملابس مسائية فاخرة، تبقى باربي واحدة من أكثر الدمى التي تتتبع أحدث صيحات الموضة. حتى أن حمى باربي لم تتوقف عند الأزياء، فطرحت شركة للوجبات السريعة وجبة برجر وردية اللون احتفالاً بفيلم باربي الجديد. العالم كله يضج هذه الأيام بباربي، دمية الأزياء التي طرحت في الأسواق لأول مرة في عام 1959، وشكلت جزءاً مهماً من سوق الألعاب لمدة 60 عاماً. يعود الفضل في تصميم باربي إلى سيدة الأعمال الأمريكية روث هاندلر، وأسمتها هكذا تيمناً باسم ابنتها باربرا. بيعت أول دمية باربي ب$3 فقط، وبيع حوالي 350 ألف دمية باربي خلال السنة الأولى من الإنتاج. تشير التقديرات إلى أنه تم بيع أكثر من 1 مليار دمية باربي في أكثر من 150 دولة حول العالم. كما تقول شركة ماتيل المصنعة أنه يتم بيع دمية باربي كل ثانية. صممت باربي في زي أكثر من 80 مهنة مختلفة، والوظائف التي تعمل بها باربي تهدف إلى إظهار أن النساء يمكن أن يقمن بأدوار متنوعة في الحياة. باربي كانت محور العديد من الخلافات والدعاوى القضائية التي تعتمد في أغلب الأحيان على افتراض أن الأطفال يعتبرونها نموذجاً للفتاة المثالية، ما دفع الشركة إلى إطلاق نسخ بمواصفات جسدية مختلفة. تنضم إلينا في الاستوديو خبيرة المظهر كارين عبود، أهلا بك معنا في صباح العربية. أهلا يعني فيك. اللون الوردي والزهري ما كل منك حتى أول شيء. زبطت حالي أنا اليوم بالزهري لألكم. واللون أساساً هو حلو. نعم. ويحل كثير أشياء. هل باربي فعلاً هي اللي أطلقت هذا الترند وهذا اللون ورجع بسبب الفيلم؟ هلا هالسنة نعم، إذا لاحظنا أول ما عملوا الناس مثل الموفي بلش كل البراندات يعملوا كولابوريشن مع باربي كولرز. يعني بتروحي على السوق هلا ما في حدا ما عنده كم قطعة يا اللون الزهري يا محطوط عليها الباربي براند أو صورة باربي عليها. طيب نشوف كمان اللوكات. طيب نشوف، عندنا 5 لوكات مستوحاة من أزياء باربي، 5 أعتقد نسائية و5 أخرى رجالية، وحابين منك تقييم، هل هو فعلا لوك يوحي بأنه مستوحى من باربي أو لا؟ يعني نعم أو لا؟ أنا بحس إنه نعم. اللون تقييمك لللوك؟ طيب إيه نعم، أنا بحس إتس باربي لوك، مثل ما هلا عم بيقولوا البراند الترند اسمه باربي كور. إيه، والحلو بهذا الألوان الزهرية اللي دارجة على الباربي، يعني إذا كانت لون جلدتك مثلا غامقة فيك تروحي على الألوان الغامقة الفوشيا، وإذا كانت لون جلدتك فاتحة أكثر لون البشرة إيه لون البشرة فيك تروحي على الزهري الفاتح الأفتح. يعني بتشبه هذا اللون على الكل. ومثل ما شفنا كمان الشباب بلشوا يلبسوا الزهري هالسنة، لأنه كان في نقاش يعني تحت الهواء مع فاطمة حول يعني اللون الزهري أو اللون الوردي بالنسبة للرجال كذلك. أكيد أكيد، خلص هيدي الترند للبنات وللشباب، يعني هذا من الألوان الشوية اللي بتعطي الشباب فيهم يلاحقوا الموضة بطريقتهم. هلا يمكن ما يلبسوا كله زهري مثل ما نحن فينا البنات نلبس، وفيهم درجة معينة من درجات ال مش ضروري حسب واحد هو ثقته بحاله، إذا حابب يروح طيب يعني يعمل ستيتمنت أنا هون شوفوني بلبس من فوق لتحت زهري، أو في مثلا كرافات أو شيء طيعتي إنه هو لاحق الفاشن. نعم. طيب نقيم الحين اللوك الآخر،
هل هذا مستوحى من باربي؟ نعم. أنا بقول هيدا هو عادة هيدا اللون بالذات عادة العالم بيقربوه أكتر على الباربي، مش هيدا اللون الغامق طبعا الزهري. والستايل، تقييمك للستايل؟ I love it. I love it. باربي ستايل يوحي بأنه باربي ستايل؟ يا هلا ما بقى في باربي ستايل، عم نحضر أكتر ألوان، كل شيء بلون السباركلز، الألوان الزهرية، يعني مثل ما أنا اليوم منه كتير زهري ولا باربي، بقى اتسبت باربيش لأنه في لمعة، في هيدول التاتشات المهضومة. هذا التصميم هل ممكن يتماشى مع موضة هذا العام يعني، أو مع يعني النسق العام ممكن يكون في هذا العام نجاح كبير؟ بصراحة أنا بالنسبة لي هذا الفستان كتير سيمبل، يعني فيك تلبسه المسلي أي وقت، يعني منه هالشيء فستان عادي طويل. طيب ننتقل إلى لوك آخر. This is Barbie. Even though هون كانت هيدا قبل ما يبلش الباربي كور، يعني هي ما فيك تقولي ما أنا باربي ستايل، يعني الشعر، الجلوفز الطويلة، الجلوفز، الستايل تبع الفستان كتير مهضوم. This is a pure Barbie core trend تبع 2023. لوك الأميرات أو لوك البرنسس لوك، لما يكون لما نحكي عن باربي كمان له علاقة، يعني هنا ممكن نقول برضو it's a princess look، اللونج جلوفز، الفلير أندز، ورفعة الشعر. حاجة it's the color، اللون بالذات مش بقى الستايل، هو اللون يلي أكتر شيء اللي عم بيعمل، فيك تلبسي حياة الستايل بس حتى هذا اللون يلي هو the باربي، اللون الباربي. يعني أنا بحس it's a pure باربي. كمان يعني هذا خيار ممكن موفق. يكون ترند، يعني ترند هذا الستايل. لا اكيد، ليش لا؟ وبتعرفي شو على لون البشره تبعيتها، يعني شكرن تنقي احلى لون زهري. ممتاز. طيب اللوك اللي بعده طيب. براد بيت، يعني شو ما يلبس هيطلع حلو، طالع مهضوم بالزهري بصراحه. هذه درجه تحديدا، يعني درجه اللون هذه ممكن يعني مع الوان البشره المختلفه مثلا. فوالا لاحظت هلا هو شوي افتح الكولد تون تبع بشرته، ما عاد راح على الفوشا، راح على الزهري شوي افتح. يعني هذا الحلو بالزهري تبع الباربي، انه فيك تنقي انت الدرجات وشو بيلبق لك اكثر. هلا بالنسبه لبراد بيت هون، انا يمكن مثلا الشاب مش ضروري يلبس من فوق لتحت زهري، بس اذا بدهم مثلا ذا بانس مع جاكيت سوداء، او جاكيت زهريه مع جينز. محمد انت ايش رايك بهذا الستايل؟ ممكن نشوفك لابس بدله بينك من فوق لتحت؟ لا كمان مشكله، يعني فوشي يمكن واحده من درجاته، أو كرافات. شو بها ما بها شيء الكرافات الزهرية، يعني مع طقم كحلي. طيب غامق، تتوقع أنه ممكن هذا التصميم يعني ممكن يعني يلاقي حظه كمان بالتحديد في المجتمعات العربية؟ ليك honestly صعبة، يعني especially من فوق لتحت، إلا مثل ما قلت إذا حدا بده يعمل statement خلي العالم تنتبه له بيلبس هيك شيء. مثلا عم تحكي هون الأكترز يلي عم يلبسوا، ما بتلاقي حدا على الطريق هون عنا بمجتمعنا لابس هالقد زهري، وإذا حدا did which is عنا عالم بتبلش الميديا تحكي عليهم ليكو شو لبسوا ليكو هيدا، which is nice، أخذوا اللي بدهم إياه، لفتوا النظر. بس طيب. أنا مثلا كنت لبست الجينز مع البينك جاكيت وبينك شوز. لو طيب. more casual look يمكن عشان نحصل الوقت كمان pink. نشوف اللوك الأخير. زي ما حكينا قبل شوي، شو بدك أحلى من هيك؟ يعني في شباب بيلحقوا الموضة بس مش ضروري من فوق لتحت، فيهم يفوتوا الموضة بيتيبهم جينز زهري أو شميز زهرية أو شوز زهري مع جينز جاكيت، لأنه دارز هلأ الدنم للشباب. سو في شباب أزول يلاحقوا الموضة تبع الباربي كور هالسنة، وكل واحد يحط لمسته وطريقته ربما. اكزاكتلي. أنت حبيت اللون الوردي؟ أكيد. كنت بتتكلمي عن الزهر بيقهر قهر يقولون، صح؟ بتتكلمي عنه بمحبة شديدة. من الألوان المفضلة. هيا جو. شكرا جزيلا خبيرة المطر كارين عبود، شرفتينا. شكرا لك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.